نبات الأول نبات الأول فعلا نفتخر فيها فيها يا معلى الخير يسقي السم عدوانه عدوانه نبات الأول فعوله نفتخر فيها يا معلى الخير يسقي السم عدوانه ونبات الآخر قرب عاليها واطيها ومن الكرم دوم ما قد صك بيبانه سلام الله عليك الشعر ونبات الآخر قرب عليها واطيها ومن الكرم دوم ما قد صك بيبانه وانت يا وضاح وانت يا وضاح سيدها أراعيها الطيب منك كتب مجد عنوان عنوان برافو 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 عم برافو ما هو برافو رافو شو رافو قل لي صح الله لسانك يا الشاعر صح لسانك يا الشاعر بدنك يا ابن شوصان أبوي ورع نعم طعم عطاه 100,000 يا أبوي 100,000 ليش عشان ذا القصيد الزين هذا تقرقر ما قال قصيد وين قصيد الله يطول عمرك أنت يا أبوي وش فهمك بالقصيد الله يطول والله غرغرة عطى 100,000 عطى 100,000 يستاهل يستاهل و شوفوا لنا القصيده هذه اطبعوها يا ابوي مطبوعه جاهزه لا 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 خل عنك طباعتها اطبعوها يا ابوي بحروف من ذهب ان شاء الله وسووا لنا اياها برواز برواز فضه اي نعم وسموها المعلقه النباطيه يا ابوي تبي نخبنها لك بعد بشت الله ما يضر ما يضر ما يضر حاضر حاضر وكلم يا ابوي الله يسلمك كلم راشد الماجد الفنان راشد اي نعم الفنان راشد الماجد نعم وقل له يقول لك الشيخ وضاح يبيك تغنيها وعلينا كل التكاليف مدعومه يعني مدعومه ان شاء الله ابشر ابشر طال عمرك ابشر عطنا قهوة يا ورع قهوة ابدا عط الشيخ ابدا 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 ما حد علي 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 بس صب لهم غيره يلا يا ابو نبدا 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 نب